السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة تانية سنة، وأهلا بيكم في حصة جديدة، ويا رب تملي موفقين ومبسوطين وفي أسعد حال يا شباب. الحصة اللي فاتت ابتدينا نتكلم مع بعض على أول درس عندنا في المنهج، وقلنا كنا بنتكلم فيه على التايب أوف نيتريشن الليفينج أورجانيزم، وقلنا في ناس أوتوتروفيك وناس هيتروتروفيك، وفرقنا ما بين الاتنين. النهاردة موضوعنا مع الناس الأوتوتروفيك دول، مين دول يا عم؟ السلفر بكتيريا والنوستوك والجرين بلانت، إزاي بيعملوا أكلهم؟ بعملية اسمها عملية الفوتوسنس. حلو قوي، امسك المعلومه دي بقى وكوبايه الشاي الجميله وتعالى يا باشا عشان بدايه الركاب الجديد. العلماء اكتشفوا ان عشان النبات يقدر يعمل المعادله بتاعه الفوتوسنسز اللي هتظهر جنبي، فهو محتاج يعمل تو ميجر ستيبس، خطوتين اساسيين، اللي هو الابزوربشن اوف ووتر والسولت، لازم يجيب ميه وملح من الارض، وفي نفس الوقت الخطوه الثانيه يحصل التفاعل بقى اللي هو الفوتوسنسز نفسه، يعني تقعد الووتر تتفاعل مع الكربون دايوكسيد في وجود المينرال، فنتيجه كده يتكون الاكل. فالشابتر كله فكرتين، ازاي النبات هيقدر يجيب الووتر والسولت من الارض يطلعهم للليف، وبعد كده ايه الايفنت او الاحداث اللي هتتم جوه الورقه عشان النبات يقدر يعمل اكله من خلال الرياكشن بتاع الفوتوسنس. فانا مش عايزك تستعجل، وعايزك تبقى هادي وتفهم كويس. مبدئيا ازاي النبات يا مستر هيجيب الووتر والسولت؟ دي الخطوه الاولى. العلماء سجلوا 4 فورسز، وانا هزود واحده من عندي على اعتبار ان انا ممكن اقول ايه داخل في سكه العلماء، وحاجه مش بره منهجك، حاجه جايه في شابتر 3. العلماء يا شباب قالوا ان في 4 فورسز بيحكموا حركه الووتر وحركه السولت، من السويل للنبات او حتى العكس، واحنا هنزود واحده 5 كده معاهم في السكه على اعتبار ان هي عليك في المنهج بس قدام شويه، يمكن الحصه اللي جايه تتقل. ما علينا عشان نبقى خلصنا كل حاجه. مين الفورسز دي يا عم؟ الديفيوجن، وحاجه اسمها البرميابيليتي، وحاجه اسمها الاوزموزس، وحاجه اسمها الامبيبيشن. كلام جميل، ويزيد عليهم حاجه اسمها الاكتيف ترانسبورت. فوحد الله كوبايه الشاي وتعالى يابا افهمك يعني ايه ديفيوجن. الديفيوجن يعني الانتشار. ايه الانتشار ده يا مستر؟ يقول لك حركه الاملاح او حركه الايونز او حركه الاليمنت من الهاي كونسنتريتد ميديم، من المكان المخنوق بالشحنات او المكان اللي مليان ايونز، للميديم الاخف اللي الايونز بتاعته اقل او الكونسنتريشن اقل. طيب ايه اللي يخلي الحركه دي تتم؟ قال لك فرق التركيز والفري موشن اوف مولكيولز. قال لك المولكيولز ما بتبقاش طايقه بعضها وهي محبوسه في المكان الزحمه ده، فبتحب تفك للمكان الواسع. فالعلماء بيقولوا ان الحركه دي بتتم بشكل تلقائي من المولكيولز او من الايونز، فبناء عليه هي حركه باسيف. يعني ايه حركه باسيف؟ يعني حركه تلقائيه لا تحتاج الى طاقه. طب ده كلام جميل، اديني امثله ليها يا عم. قال لك والله مثلا حاجات كتير في البيت، يعني رشه البرفيوم، لما بتضغط كده بتبص تلاقي البرفيوم كان مضغوط في قلب الازازه وينتشر في الجو، ويقعد ينتشر ويتفتت في الجو كده لانه كان موجود في منطقه هاي كونسنتريتد وراح لمكان لو كونسنتريتد. نقطه حبر في ميه، لو جبت نقطه حبر في ميه هتلاقي نقطه الحبر ابتدت تتفتت وتنتشر ما بين المولكيولز كلها لحد ما تلون الايه؟ الحاجه بلون الحب. وفي امثله تانية في جسمنا احنا، يعني فكره انك تاخد نفسك بالانهاليشن والاكزهاليشن، ده حركه ديفيوجن، ده ديفيوجن، لان الاكسجين بره صدرك تركيزه اعلى والاكسجين جوه صدرك تركيزه اقل، فالاكسجين بيتحرك من الهواء لجوه بالديفيوجن، وبرده الاكزهاليشن حركه الكربون دايوكسيد من صدرك لبره بالديفيوجن، لان الكربون دايوكسيد في صدرك هاي كونسنتريتد وبره لو كونسنتريتد، والدنيا جميله وزي الفل. طيب يجي بقى سؤال كويس جدا، ودي حاجه من عند ليك زياده، هل الديفيوجن في فاكتور تاثر عليه بالايجاب او بالسلب، بالبوزيتيف او بالنيجاتيف؟ قال لك في كذا حاجه ممكن تزود معدل الديفيوجن. اولا الشورت ديستنس، المسافه القصيره ما بين الماده والمستقبل ليه. يعني انا حاطط بيرفيوم وما بيني وما بينك متر، زي ما بقى حاطط بيرفيوم وما بيني وما بينك 3 متر، في الحاله دي كل لما تقرب مني كل ما هتشم ريحه البرفان بتاعتي. ده كلام جميل. تاني حاجه يا مستر السموث سايز مولكيول، يعني ايه؟ كل ما حجم المولكيولز اللي بتعمل ديفيوجن تقل، كل ما انتشارها هيبقى مور ايزير، بدليل كوبايه الشاي دي. هو انا عامل شاي عادي، شاي ليبتون او العروسه العادي يعني، تمام، اللي هو الشاي المقطع العادي بتاعنا اللي في البيت ده، فاول ما حطيت الميه الشاي انتشر في قلب الميه فالميه لونت. لكن ايه رايك لو انا استخدمت شاي الخرز
عارف انت شاي الخرز اللي بيبقى ورق الشاي متقطع حجمه كبير شويه، اول ما احط الميه المغليه هتبص تلاقي انها تاخد فتره على ما تلون، فكل لما حجم الموليكيول قل كل لما الديفيوجن يزيد. طيب ايه تاني يا مستر؟ الهاي تمبريتشر، الحراره بتزود معدل الديفيوجن، بدليل ان احنا بنعمل شاي بميه سخنه، لانك لو حطيت ميه بارده على الشاي مش هتعمل كوبايه شاي. طيب خلي بالك عشان دي افكار الديفيوجن والفاكتور اللي بتاثر عليه. انما بقى لو عكسنا الحركه، يعني ايه عكسنا الحركه؟ يعني لو قررنا ان احنا نحرك المولكيول من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، الحركه دي اسمها حركه الاكتيف ترانسبورت، ودي حركه محتاجه باور ومحتاجه طاقه عشان تتم. ليه؟ لانك بتحرك عكس التركيز، اكنك طالع السلم مش نازله. الديفيوجن كانك نازل سلم، الاكتيف ترانسبورت طالع السلم، انت عكس الكونسنتريشن جريدينتس، فانت محتاج طاقه وانرجي. يبقى احنا كده خدنا اثنين، يعني ايه ديفيوجن ويعني ايه اكتيف ترانسبورت. خلي بالك ديفيوجن من هاي للو، اكتيف ترانسبورت من لو لهاي، والاثنين سبيشاليزد في حركه الاملاح او حركه المينرال. يبقى مبدئيا الاملاح لا اما بالديفيوجن لا اما بالاكتيف ترانسبورت. لو الارض عندها صولت عاليه والنبات صولت قليله فهيبقى الحركه بالديفيوجن، لكن لو الصولت في الارض اقل من الصولت اللي موجوده في النبات تبقى الحركه بالاكتيف ترانسبورت. وخلي بالك ان الاكتيف ترانسبورت بيحتاج طاقه، الديفيوجن دازنت نيد انرجي، عشان بنقول عليه باسيف ترانسبورت. فتدريب هو سريع جدا عشان يبقى ركاب مفيد ومثمر. بص يا معلم، لو بصيت على الرسمه اللي على ايدك اللي انا بشاور عليها دي، لو هنديها لتر اي وهندي دي لتر بي، هنا الكالسيوم كان موجود في السويل بكميه اعلى جدا من الكالسيوم اللي موجود جوه النبات، يعني معنى كده ان السويل هاي كونسنتريشن والنبات لو كونسنتريشن، تبقى الحركه وش ديفيوجن. لكن لو رحنا على موديل بي هنلاقي ان الكالسيوم اللي موجود في السويل اقل بكتير جدا من الكالسيوم اللي موجود جوه جسم النبات، يبقى الحركه هنا باي اكتيف ترانسبورت، وانت مستقنيس ومخلص وزي الفل. كلام جميل. يبقى انا عندي اساسيات بتحكم حركه الاملاح، ديفيوجن والاكتيف ترانسبورت. ركز الله يرضى عليك، كلام جميل. الجزء الجديد يا شباب هو البرميابيليتي، وهنا واخد رقم 2 لان ده ترتيب كتاب المدرسه. الديفيوجن كان رقم 1 وانا ضفت عليه الاكتيف ترانسبورت فما حبيتش ارقمه معايا في السلايد لانه مش انكلودد في الحصه دي في كتاب المدرسه، بس انا قلت بالمره نختصر وقت. المهم العلماء سالوا نفسهم، والله يا مستر احنا دلوقتي محتاجين ميه ومحتاجين صولت نجيبه من الارض نعديه على النبات، كلام جميل عشان نقدر نعمل الرياكشن اللي اسمه الفوتوسينس، كلام زي الفل. طب اثناء يا مستر الحركه من السويل للنبات، مش احنا هنعدي على الجدران بتاعه البلانت سيل؟ يعني هنعدي هنخبط كده السلام عليكم يا عم الروت، يقول لك عليكم السلام، احنا محتاجين ندخل شويه كالسيوم او شويه مغنيسيوم او شويه زنك، يقول لك على عيني وراسي. بس خلي بالك مش باستمرار السلول بيبقى مؤدب ويسمح بدخول الاملاح او حتى دخول الوتر جواه. العلماء لقوا ان الجدران او الولز بتاعه البلانت سيل لها ثلاث احتمالات، حطوهم كله تحت تايتل اسمه البرميابيليتي. يبقى البرميابيليتي اقصد بها ايه؟ التايب اوف بلانت سيل وول وممبرين، انواع الجدران النباتيه. قال لك الجدران النباتيه ثلاث انواع، بيرميابل امبيرميابل سيمي بيرميابل. يعني ايه بيرميابل يا مستر؟ جدار منفذ زي السيل وول كده، جدار بيسمح بحركه الوتر وحركه الصوت سواء من بره لجوه او من جوه لبره والدنيا رايحه وزي الفل. يبقى البيرميابل ميمبرين هو جدار بيسمح بحركه الوتر والاين سواء فروم انسايد تو اوتسايد او من الاوتسايد للانسايد والدنيا رايقه وجميل. بس هنا لازم تعرف ان الجدار اللي بيسمح بحركه اي ماتيريال جواه هو جدار مصنوع من ماده السيليلوز فقط. ومادة السيلوز انت دارسها في اولى ثانوي، مادة عندها تايم بورز، مادة مخرمة فبتسمح بالحركة، كلام جميل. في جدار تاني بقى امبيرميبل ميمبرين. يعني ايه امبيرميبل ميمبرين يا مستر؟ جدار لا يسمح بالحركة خلاله. ازاي يا مستر؟ قال لك والله احيانا البلانت سيل تقرر ان هي لا تستقبل حاجة ولا تخرج حاجة، فتعمل ايه؟ تيجي على الجدار اللي هو مصنوع من مادة السيلوز وتضيف عليه مادة زي مادة الكيتين او ماده زي ماده الليجنين او ماده زي ماده السوبرين،
ثلاث مواد ممكن يضافوا على السلول فيوقفوا حركه الوتر خلاله او حركه السولت خلاله، لا الميه تدخل ولا الميه تخرج. طب ليه النبات يقرر يعمل كده؟ هتعرف في تفاصيل الشرح ان ساعات النبات يحب يحتفظ بالميه اللي جواه وما تطلعش بره ابدا، فيعمل جدار حواليه اسمه امبيرميبل ممبرين، زي نبات الصبار اللي عايش في الصحراء مش من مصلحته انه يفقد ميه من الورق بتاعه، فيقوم يغطي الورق بتاعه والجدار بتاع الورق بتاعه بماده الكيتين تو بريفنت اللوس اوف ووتر. واحنا خدنا الفكره دي حتى وابتدينا نعمل اقمشه غير منفذه للماء زي الايه؟ الووتر بروف. ايه؟ هدوم. الهدوم بتاعت الووتر بروف دي اللي تنزل البحر وما تعديش ميه البحر لجسمك ولا الكلام من ده كله. فركز، الله يصلح لك الحال. نيجي على الموضوع التاني، سيمي بيرميبل ممبرين. ايه السيمي بيرميبل ممبرين؟ جدار شبه منفذ. يعني ايه شبه منفذ؟ له مفتح على الاخر زي البيرميبل مول زي البيرميبل وول، فالدنيا راحه جايه، ولا هو مقفول تماما زي السيل وول اللي عليه كيتين او سبرين او لجنن. طيب عامل فتحات صغيره تايني بورز من خلالها يقدر يعدي حاجات ويمنع حاجات. العلماء قعدوا يراقبوا الراجل اللئيم ده، فلقوا ان السيمي بيرميبل ممبرين قلاو حركة الوتر والصورت يسمح بدخول المية والملح. ليه؟ النبات محتاجها عشان يعمل فوتوسنس، ويمنع حركة الشجر والامينو اسيد او البروتين او الكربوهيدرات. ليه يا عم ما تعديش الحاجات دي؟ يقول لك doesn't need by the plant. انا كنبات هسحب سكر من الارض اعمل بيه ايه؟ انا كنبات هسحب بروتين من الارض اعمل بيه ايه؟ انا المفترض ان انا اللي بصنع الحاجات دي، وفي نفس الوقت حاجات حجمها كبير ما تقدرش تخش جوه التايني بورز. يبقى السيمي بيرميبل ممبرين راجل بيعمل ايه؟ بيعدي الوتر ويعدي السورت ونوت الاو الباسج اوف شوجر امينو اسيد as they are large size وdoesn't needed by the plant، لان حجمهم كبير ومش محتاجينهم جوه مين؟ جوه النبات. طيب كلام جميل، بس دي الميزه دي؟ قال لك لا، ده عنده ميزه كمان رهيبه قوي اسمها السلكتيف بيرميابيليتي. ايه السلكتيف بيرميابيليتي؟ هو الراجل بيقدر يعدي كل انواع الملح، بس ممكن يرخم على نوع ملح معين ويسمح بحركه نوع تاني، يعني عنده القدره على اختيار انواع معينه من الصورت اللي تخش جوه الشجره بناء على البلانت نيدز. يعني مش معنى انك صورت لازم تدخل، لا، لو النبات محتاجك هفتح لك الباب، لو النبات مش محتاجك مش هفتح لك الباب. فخلي بالك، يبقى الجدران ثلاث انواع، بيرميبل سيلولوزيك وول بيعدي الوتر والسورت، امبيرميبل doesn't allow passage of anything زي السيل وول لما تغطى بالكيتين او بالسبرين او باللجن، سيمي بيرميبل بيعدي اللي النبات محتاجه زي الوتر والسورت وممكن يختار جوه السورت نفسها بحاجه اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي، فيعدي ايون ويمنع ايون عادي جدا، وفي نفس الوقت بياخد قرار منع دخول مركبات بعينها زي مين يا عم؟ زي الشجر وزي الامينو اسيد لانها لارج سايز نوت ايه؟ نيدد باي ذا بلانت. الاوزموزز يا شباب، الاوزموزز هي الفورس الثالثه وهي فورس سبيشاليزد في حركه الووتر فقط. العلماء قالوا احنا مش بنسقي النباتات ميه مقطره او ديستيلد ووتر اللي هي الميه بتاعت الدواء اللي بنفك بيها الدواء دي، ولا حتى ميه معدنيه، احنا بنسقي النباتات ميه في شكل سليوشن، يعني ميه جايه من الترعه فيها بقايا املاح وبقايا حيوانات وطين والهيصري. فالعلماء قال لك احنا ممكن نعرف الاوزموزز باكتر من طريقه. الاوزموزز هي حركه الميه من الهاي كونسنتريشن سوليوشن للو كونسنتريشن سوليوشن، يعني حركه الميه من السوليوشن ده للسوليوشن دي اسمها اوزموز. اشمعنى يا مستر؟ السوليوشن ده عنده ميه كتير واملاح قليله، السوليوشن الثاني عنده ميه قليله واملاح كتير. فانا ممكن اقول يعني ايه اوزموزز؟ حركه الووتر من الهاي كونسنتريشن اوف ووتر للو كونسنتريشن اوف ووتر، او بصيغه ثانيه حركه الووتر من الدايليوتد سوليوشن المحلول المخفف للكونسنتريتد سوليوشن المحلول المركز، نفس القصه، او حركه الووتر فروم سوليوشن ويز لو سولت تو سوليوشن ويز هاي سولت، هي هي، او حركه الووتر من اللو اوزموتيك بريشر او من الهايبوتونيك سوليوشن، يعني المحلول منخفض التركيز،
تو هاي اوزموتيك بريشر او الهايبرتونيك سوليوشن يعني المحلول عالي التركيز. خلي بالك ان كلمه كونسنتريتد يعني هاي اوزموتيك بريشر يعني هايبرتونيك، وخلي بالك ان كلمه دايليوتد يعني لو اوزموتيك بريشر يعني هايبوتونيك. كلها كلمات صدقني انت محتاجها في ثالثه سنه وفي اول حصه في منهجك في ثالثه سنه وانت بتدرس حاجه اسمها الفسيولوجيكال سبورت في البلان. فلازم تبقى عارف التعريفات دي. الميه هتتحرك من المحلول اللي فيه ووتر كتير للمحلول اللي فيه ووتر قليل، او الميه هتتحرك من المحلول اللي الملح بتاعه قليل يعني الميه كتير للمحلول اللي فيه ملح كتير يعني الميه قليله، او هتتحرك من اللو اوزموتيك بريشر للهاي اوزموتيك بريشر، او من الهايبوتونيك للهايبرتونيك. يبقى الاوزموزس حركه الووتر من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن، او حركه الووتر من السوليوشن ويز لو سولت للسوليوشن ويز هاي سولت. لازم تفكر اول منطق ميه تعرف اوزموزس، وخلي بالك الميه هتسيب المكان العالي ميه للمكان المنخفض ميه، او المكان اللي ملحه قليل للمكان اللي ملحه كتير. لازم تكون الحركه خلال بيرميبل ميمبرين عشان يسمح بدخول الميه. كلام جميل. الفورس الرابعة يا شباب هي فورس الامبيبيشن، ودي الفورس التانية في امتصاص الووتر. قلنا ان احنا عندنا الديفيوجن والاكتف ترانسبورت سبيشالايزد للاملاح، وعندنا الووتر وعندنا الاوزموزز والامبيبيشن سبيشالايزد لمين؟ سبيشالايزد لمين؟ ها للووتر. ركز، الاوزموزز كانت حركة المية من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن، ولازم تعدي على بلازما ممبرين، وشرحناها بالتفصيل بشكل سريع كده. امال الامبيبيشن؟ قال لك الامبيبيشن تشرب الماء، امتصاص الماء. ability of cell wall of the plant cell to imbibe water and increase in size as it contains some colloidal material زي السيلوز وزي الليجنين وزي مثلا البروتين. واحد اللي الموضوع مش واضح يا مستر، ركز يا عم. العلماء بيقولوا ان احنا بنستخدم فكرة الامبيبيشن دي في صناعة الرز او في طبخ الرز، في نقع الزبيب، حتى في تغيير شكل السفنجة لما بتنقعها في المي. لا اشرح لي اكتر. قال لك ساعات البلانت سيل خلية نباتية كده بيبقى عليها جدار اول اسمه السيلول، كلام جميل، وعليها جدار تاني اسمه البلازما ممبرين. قال له كلام اجمل والله. السيلول ده مصنوع من مادة اسمها مادة السيلولوز، كلام جميل، والسيل ممبرين مصنوع من مادة اسمها مادة البروتين، كلام زي الفل. قال لك السيلوز بتاع السيلول والبروتين بتاع السيل ممبرين عندهم القدرة ان هم يشفطوا المية ويحتفظوا بها جواهم، والمية تبقى تمشي خلالهم جواهم كده على الجدار نفسه. الفكره دي اسمها فكره الامبيبيشن، وده اللي بيحصل في السفنج. تبقى السفنجه ناشفه ترميها في قلب الميه تقوم تشرب الميه وحجمها يزيد. فانا عندي كذا حاجه لحركه الميه، عندي الاوزموزس ودي حركه الميه من التركيز العالي للتركيز مين؟ خلي بالك الاقل. اللي يعمل الاوزموزس البلانت سيل بالكامل يعني الخلية بجدرانها بالسيتوبلازم بتاعها بالسيل فاكيول بتاعتها بكل المكونات. امال الامبيبيشن؟ يقول لك دي قدرة شفط مية بواسطة البلانت سيل اللي تعملها السيل وول فقط، الجدران بس. فلو جه قال لك ايه؟ الحق في مية ابزوربت باي ذا بلانت سيل وول، مين اللي سحب المية؟ تقول لي الامبيبيشن. طب الحق الووتر باستو انسايد ذا سيل فاكيول اوف ذا بلانت سيل، تقول لي دي الاوزموزس. فعندي حاجتين يسحبوا المية، لو قلت لك الجدران بس اللي هو الاطار الخارجي هو اللي سحب تقول لي الامبيبيشن، لكن لو قلت لك ان الخلية بالكامل شربت مية ودخلت المية جواها تقول للأوزموزس. يبقى كده يا باشا السمر خلص، عندك حاجتين يحركوا الملح، ديفيوجن واكتف ترانسبورت. لو حرك ملح من هاي للو ديفيوجن، لو حرك سولت من لو لهاي اكتف ترانسبورت، وعندك حاجتين يحركوا ميه. اوزموز لو حرك ميه من هاي للو وتباص على السيل ممبرين يعني تعدي من السيل ممبرين يعني تعدي من السيل ممبرين وتسيبه وتخش جوه الخليه من جوه والسيل فاكيول بتاعها والسيتوبلازم بتاعها يبقى اسمه اوزموز. طيب يا مستر لو الميه جت على الوول بس، على السيل وول بس والسيل ممبرين بس وما عملتش باسج، ما عدتش، ما دخلتش جوه الخليه، يعني جت وثبتت على الجدار فقط، يبقى اسمها امبيبيشن. فخلي بالك في حاجات مسؤوله عن حركه الميه، في حاجات مسؤوله عن حركه الصوت. والميه لو دخلت جوه الخليه يبقى اسمها اوزموز، لو تنتها موجوده على الولز بتاعتها بس والجدار بتاعها حجمه زاد يبقى اسمها امبيبيشن. اشوفكم على خير في حل الهوم ورك، اوعى تروح في حته ثانيه.
رجعنا لكم بقى يا شباب في افكار حل الواجب في فنجان القهوه، وتعالى عشان الواجب هنا مهم. استدي ذا اوبزيت جراف، نغير اللون بقى نخلي لون ازرق كده. استدي ذا اوبزيت جراف ماشي، يعني ذات ريبريزنت ذا ايون كونسنتريشن اوف سام اليمنت اوف سام اليمنت، كلام جميل، اوف سام اليمنت ان ذا سويل اند روت هير سيل، تركيز الاملاح جوه الارض وفي الشعيرات الجذريه بتاعه النبات. زين ديترماين ويتش اليمنت هايلي ابزوربد باي ديفيوجن، حلو قوي. الاملاح بتتحرك لا اما بالديفيوجن لا اما بالاكتيف ترانسبورت، بناء على لو الملح موجود في السويل بتركيز عالي وفي النبات بتركيز قليل يبقى ديفيوجن، طيب لو العكس يبقى اكتيف ترانسبورت. فتعال نشوف، ادي السويل باللون المحمر شويه، وادي الروت هير باللون المخضر حبتين. مين الملح اللي تركيزه في الارض اعلى من تركيزه جوه النبات؟ رقم اتنين، لان ده تركيز الملح في السويل وده تركيز نفس الملح في النبات، فبالتالي انا هجيب الملح من السويل للنبات من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، وبناء عليه يبقى الحركه بالديفيوجن. طيب ما ينفعش رقم واحد، لا ما ينفعش رقم واحد، لان تركيز الملح في السويل اقل بكتير جدا من تركيز الملح داخل النبات. يعني رقم واحد الملح ده هيخش بالاكتيف ترانسبورت، عشان لو سألك الملح هنا هيدخل بالاكتيف ترانسبورت، تمام كده ماشي. تعالى يا باشا الله يرضى عليك، الجرافات الباقيه ملهاش لازمه. Which of the following substances have the ability to pass through the plasma membrane of the cell؟ Starch molecule مش هيعدي لانه حجمه كبير، الليبت large size مش هيعدي حجمه كبير، large size الامينو اسيد مش هتعدي حجمها كبير، التايني بولز بتاعت البلازما membrane مش هتسمح بالحركه. طب الكالسيوم تعدي طبعا لانها small size molecules. تعالى بقى للي جاي، بيقول لك بلانت سيل was put in a solution، جبنا خلايا نباتيه حطيناها في محلول. So it is gained water by osmosis phenomena، سحبت ميه، شفطت ميه، كلام جميل. Which of the following represent the concentration of cellular sap، يعني تركيز الماء او الاملاح inside each cell والسوليوشن respectively، واحد الله قل لا اله الا الله. دلوقتي انا جبت يا دكتور مين؟ بلانت سيل اهي، نخليها باللون الاسود، حطيتها في قلب سوليوشن، خلي السوليوشن باللون الازرق، ايه اللي حصل؟ لقيت البلانت سيل دي سحبت ميه، كلام جميل، وحجمها زاد. يبقى معنى كده ان السيل دي لازم يكون عندها لو ووتر، ميه اقل، والسوليوشن يكون عنده هاي ووتر، حلو الكلام؟ عشان كده تقدر تسحب منه الميه. او بطريقه تانية لازم يكون البلانت سيل عندها هاي سولت ويكون السوليوشن عنده لو سولت. ما احنا قلنا الميه بتتحرك من الهاي ووتر للو ووتر او من اللو سولت للهاي سولت، ما احنا اتفقنا ان في سوليوشن كده، فوحد الله. يبقى دلوقتي مين يا دكتور بلاقسي اللي هيبقى عنده بيمثل التركيز بتاع السيل ويمثل التركيز بتاع مين يابا؟ بتاع السوليوشن. لازم يكون السوليوشن هاي سولت ويكون السيل تكون هاي سولت والسوليوشن لو سولت، اختيار رقم سي. لازم يكون النبات 7% ملح، يعني معنى كده عنده 93% عنده 7% يعني يكون عنده 93% ميه، والسوليوشن عنده 2% ملح يعني عنده 98% ميه، فيبقى فعليا الميه اتحركت من الميديم الكبير للميديم القليل. لكن ما ينفعش الاختيارات الاولانيه، ما ينفعش اقول ان السيل 1% ملح وان السوليوشن 3% ملح، لان في الحاله دي هتبقى الخليه 99% ميه وهيبقى السوليوشن 97% ميه. انت عارف ان الميه مش بتمشي من الايه؟ من الميه القليله للميه الكتير، لا من الكتير للقليل، ونفس القصه واحد واحد، يبقى في حاله اتزان يبقى مفيش حركه. هنا لو البلانت سيل 2% بس يعني عندها 98% ووتر. طيب والسوليوشن 7% يعني السوليوشن عنده 93% ميه، خلي بالك 93% ميه، ما ينفعش الميه تتحرك برضو كده. فانت عندك طريقتين للحل، الميه هتمشي من اللي ملح قليل للي ملح كتير، من الرقم القليل للرقم الكبير، بس الميه هتمشي من الملح القليل للملح الكتير عشان المسائل بتيجي بصيغه تركيز الاملاح. ت
تاني احفظ، الميه هتمشي من الهاي ووتر لللو ووتر او من اللو سولت للهاي سولت. المسائل كلها بيديك الاملاح، فعشان ما تقعدش تشغل بالك الميه بتمشي من اللو سولت للهاي سولت، من الملح القليل للملح الايه الكبير. هات يا عم اللي بعدها. The opposite figure represent four adjacent cells that have different concentration of sugar. The water moves by osmosis from. تعال نشوف. المية بتمشي منين يابا؟ المية بتمشي من اللي ملحه قليل للي ملحه كتير، او من اللي مية ايه المية الكتيرة للمية القليلة. فعموما عشان ما تتوهش، بص يابا هات على طول تركيز المية. يعني لما اجي اقول لك الخلية رقم واحد عندها 5% شوجر، يبقى عندها 95 بالعربي كده ووتر. طب تلاتة، الخلية اتنين عندها تلاتة ملح، يبقى عندها 97 ووتر. طيب الخلية رقم 3 عندها واحد ملح، يبقى عندها 99% ووتر. الخلية رقم 4 عندها 0.5 سولت، يبقى عندها 99.5 ووتر. انا ادينا جبنا تركيز الميه. تعالى نختار الوتر هيمشي من 1 ل 2. ينفع الميه تمشي، تعالى كده نجرب، ينفع الميه تمشي من 1 ل 2 من 95 ل 97؟ لا غلط، ما ينفعش، غلط، ما بتمشيش من قليل للكبير، غلط. طب من 2 ل 3؟ طيب 2 ل 3 تنفع الميه تمشي من 97 ل 99؟ غلط. طيب من 3 ل 4، تعالى كده من 3 ل 4 من 99 ل 99 ونص؟ لا غلط برضو، عكس التركيز. طيب من 4 ل 1، تعالى كده من 4 ل 1 اللي هو منين يابا؟ من 99 ونص ل 95 تمشي الميه. يبقى ده الاحتمال الوحيد الصح، الميه هتمشي من 99 ونص لكام؟ لل 95، ده الاحتمال الصح. زي ما يعجبك بقى حل. هنا بيقول لك by studying the opposite figure what's the reason for the water color change inside the beaker into the red color after 1 hour. بص يا عم، الراجل دلوقتي جاب ميه حط فيها ازازه كده، والازازه ديت فيها ايه يا باشا؟ فيها بينك سوليوشن. بعد ساعه من الوقت لقى ان اللون الاحمر، اللون الاحمر يا دكتور، الحته دي الميه دي كلها اتلونت باللون الاحمر. فبيسألك هو ايه اللي خلى الريد كلر ده يغطي السوليوشن بالكامل؟ الديفيوجن طبعا، فكرة الانتشار، فكرة الانتشار. خلي بالك الحبر مونيكل، الحبر ايه؟ سولت واملاح، هتتحرك من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن بفكره الايه؟ الديفيوجن. ده المثال بتاع كتاب ايه؟ المدرسه. طبعا اوزموزز مستبعده، اوزموزز مستبعده. هنا يقول لك ايه؟ ووتر موف ثرو ذا سيل ممبرين باي ديفيوجن. المايه مش بتمشي بالديفيوجن، المايه بتمشي يا اما بالاوزموز يا اما بالامبيبيشن. خلي بالك، يبقى سبب تغير اللون هنا ايه؟ الديفيوجن. السؤال اللي جاي مديك يقول لك ايه بقى؟ in the following figure cellulose sac was put in as shown in the following cases 1 و 2 و 3 before the starting the experiment. حلو، جاب هنا كيس فيه جليكوز نسبة 10% محطوط في محلول 10%، يبقى مفيش حركة للمية هنا. هنا الجليكوز فيه 20% في الكيس ومحطوط في بيكر 100% مية، كلام جميل. التاني برضو 10% جليكوز الكيس ومحطوط في 20% جليكوز. تعال نشوف بس هو طالب ايه. concentration of water inside the cellulose sac in case number 1. تعال يعني تركيز المية في الكيس رقم واحد. تعال يعني الكيس رقم واحد اهو، كيس رقم واحد عنده 10% 10% جليكوز، يبقى عنده 90% ووتر على طول، يبقى الباقي الميه 90%. طب الكونسنتريشن اوف ووتر انسايد ذا سوليوشن ان كيس نمبر 3. تعالى يا عم، تركيز الميه في السوليوشن في حاله 3، تركيز الميه في السوليوشن في حاله 3. تعال السوليوشن اهو، البيكر 20% جليكوز، طيب يبقى عنده 80% ووتر. ما هو انت خصم، شيل الجليكوز او شيل اللي هو السوليوت، يبقى الباقي تركيز الوتر، يبقى الميه هنا 8. سؤال تافه جدا يعني. concentration of glucose inside the solution in case number 2. تمام، رقم 2 اهو، كيس رقم 2. تعال بيقول لك تركيز الجلوكوز في البيكر هنا كام؟ صفر. صفر ليه؟ لان اصلا البيكر 100% ميه،
فالسليوشن 100% باين، يبقى مفيش مجال لوجود السولت او لوجود ايه الجليكوز، يبقى هنا زيرو جليكوز. السؤال اللي بعده يا باشا، وات از ذا فينومينا ويتش اكسبلين ذا ريزون فور فيجيتابل جين سولتي تيست وين بينج كوكد، ايه اللي يخلي النباتات يبقى طعمها مملح شويه لما تطبخ؟ تعالى بالروح، ايه الملوحه دي؟ ايه ملح، املاح يعني، اليمنت. مين اللي مسؤول عن حركه الاليمنت؟ حاجتين، لا اما الديفيوجن لا اما الاكتيف ترانسبورت. اختار يابا، عندي مين؟ امبيبيشن بتاعت ميه، ها سيلكتيف بيرميابيليتي انواع جدران. طب عندي اكتيف ترانسبورت وعندي ها الديفيوجن. النبات ملح، النبات ملح يعني اكتسب ميه، يبقى جات له ايه وهو ميت؟ خلي بالك النبات ملح، اسف، يبقى اكتسب املاح. تمام، حركه الاملاح تمت من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، يبقى بالديفيوجن. طب لا يا مستر مش بالاكتيف ترانسبورت، ما ادانيش، ما قاليش ان الحركه تمت من لو لهاي. طالما اتكلم على حركه ملح ان جنرال، يبقى الطبيعي ان هي بتتم من الهاي لللو مش من اللو للهاي. لكن لو عايز الاكتيف ترانسبورت هيقول لك خلي بالك ان حركه الملح تمت من التركيز القليل للتركيز العادي، فبما انه ما اتكلمش يبقى ده الوضع الطبيعي انها تتحرك من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. تمام، لان الحاجه وهي بتطبخ كده جابت بطرمان الملح وده لقيته في قلب الشوربه، فالملح دخل في الرز والملح دخل في السبانخ والملح دخل في الباميه، فبوك لما كان لقى الحاجه مملحه، ملحه ليه؟ ديفيوجن. خلي بالك، الله يصلح لك الحال. نيجي للي بعدها، The opposite figure represent two identical cells. One of them put in high concentration of solution. واحدة منهم اتحطت في تركيز عالي الملح، يبقى هتلوز ووتر. خلي بالك، اللي اتحطت في تركيز عالي الملح لازم تفقد مية، هتخس. لازم تفقد مية، هتخس، خلي بالك. While other one is put in low concentrated solution respective to subvacual concentration in each of them. يعني واحدة اتنقعت في مية مالحة جدا، واحدة اتنقعت في مية مش مالحة. اللي هتتنقع في مية مالحة هتلوز الوتر بتاعها، فلازم حجمها يقل، اختيار سي. واللي هتتنقع في مية بيور او تركيز الملح فيها قليل يبقى هتجين ووتر، يبقى حجمها يزيد، فهتختار اختيار سي يا باشا. الاولانيه اتحطت، بص كده، الاولانيه اتحطت في هاي كونسنتريتد سوليوشن يبقى هتلوز ووتر، حجمها يقل تنكمش. الثانيه اتحطت في لو كونسنتريتد سوليوشن يبقى هي اللي هتجين ووتر، خلي بالك، في حجمها ينفخ. فانا عايز احتمال خليه تخس واحتمال خليه تنفخ، هيبقى عندي اختيار سي يا شباب. نيجي على اللي بعده، اللهم صل على سيدنا محمد. You have two pieces of potato tuber، جبت حتتين ايه بطاطس، حلو الكلام كده. Where weight of each one of them is 5 جرام، جبت مكعبين بطاطس كل واحد مكعب كده 5 جرام. The first piece is put in pure water، خلي بالك، جبت مكعب بطاطس يلا 5 جرام ومكعب بطاطس يا واد 5 جرام، حطيت الاولاني في pure water يبقى ده هيشفط ميه، هيشفط ميه. طالما اتحط في بيور ووتر يعني زيرو ملح، زيرو ملح، والبطاطس اكيد عندها شجر فهتشفط الميه، يبقى لازم يكون حجمها يزيد، حجمها يزيد، خلي بالك. تمام، اند سكند وان از بوت ان كونسنتريتد شوجر سوليوشن، جميل، اتحطت في محلول مركز يبقى هتلوز ووتر. طيب دي كانت 5 وهتجين ووتر، يبقى لازم يكون وزنها يزيد عن 5 مثلا، تبقى 6 جرام. طيب التانية كانت 5 جرام وهتلوز ووتر، هتلوز ووتر، دي كانت 5 وهتجين ووتر فلازم وزنها يزيد، لكن دي كانت 5 وهتلوز ووتر يبقى لازم حجمها يقل او وزنها يقل، فيبقى اول واحدة هتشفط مية لانها اتحطت في بيور ووتر بالاوزموز، وبناء عليه بدل ما هي 5 جرام تبقى 6 جرام. التانية هتلوز ووتر فبدل ما هي 5 جرام تبقى 4 جرام وتبقى الدنيا جميلة وزي الفل، يبقى احنا هنختار اختيار ايه على طول. السؤال اللي جاي يا شباب، الراجل بيقول لك ايه، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته ثانيه، الله يرضى عليكم. In the following figure two pieces of potato have the same weight at the at an equilibrium state، يعني جاب حتتين بطاطس اهم الاثنين في نفس الوزن،
حطهم على الميزان يعني. In the shown balance, what will happen when both of them is immersed in a beaker number one و beaker number two. الأولانية بتتصايع هتتحط في concentrated sugar solution, هتتنقع في محلول مركز concentrated sugar solution. كلام جميل. طالما هتتنقع في concentrated sugar solution يبقى هتلوز مية, يبقى وزنها يقل, دي يحصل decrease للوزن بتاعها. طيب واي هتتحط في قلب distilled water, ماء نقي يعني زيرو املاح, يبقى معنى كده دي هتجين ووتر, يبقى لازم الوزن يزيد, يحصل انكريز للايه للوزن بتاعها. يبقى اكس الويت بتاعها انكريز, غلط. اكس الويت ديكريز واي مش يتاثر, غلط. اكس انكريز, غلط. اكس ديكريز وواي انكريز, ده الاحتمال الصح. بما انك نقعت اكس في هاي كونسنتريتد فهتلوز ميه, وبما انك نقعت واي في ديستيل دوتر فهي هتجين ميه فحجمها هيزيد. السؤال هنا جميل اهو, يقول لك من اسئله الهاي ليفل دي, اسئله اللي عايزه ناس بتفهم وذكيه. يقول لك لو احنا تو اوبوزيت فيجر ريبريزنت لاب اكسبيرمنت ات ويتش سلندريكال فول ويز اير بوت اباف انذر سلندر فول ويز اي كلر دي. الراجل جاب كوبايه ماشي فيها غاز كلر دي جاز, يعني مثلا لون ملون, هواء ملون ماشي, وجاب كوبايه تانية قلبها عليها بس مليانه هواء, وساب الاثنين, قلب الكوبايتين على بعض, الكوبايه اللي تحت فيها كلر دي جاز والكوبايه اللي فوق فيها هواء بس. بعد فتره لقى ايه؟ لقى ان الكلر دي جاز اتحرك في الانبوبه اللي فوق زي اللي تحت, يعني انتشر في الكوبايتين. حلو. فهنا بيسالك هل حصل ديفيوجن فينومينا ابورد وداون وورد؟ اه حصل ديفيوجن للجاز ابورد وحصل ديفيوجن للهواء داون وورد, وعشان كده التو بيكر او التو سلندريكال شيب دول او الانببتون دول, الانببتين دول اتلونوا بالغاز, يبقى الهواء اتحرك لتحت بالديفيوجن والكلر دي جاز اتحرك لفوق بالديفيوجن. فانا هنا حصل الديفيوجن في الحالتين ابورد داون وورد. طيب ديفيوجن اوكيرنس اوف ديفيوجن فينومينا داون وورد, قول غلط. لو الهواء بس هو اللي نزل كان الجاز خلاه في مكانه ما طلعش لفوق. طب اوكيرنس اوف ديفيوجن فينومينا ابورد, قول لي لا, بدليل ان الهواء اتوزع على التو بيكر, فمنطقي ان الهواء اتوزع لتحت وان الكلر دي جاز طلع لفوق فحصل الديفيوجن في الاتجاهين. تعالى يا عم the opposite figure, خلي بالك كده, show the concentration of cellular sap inside adjacent plant cell, which of the following choice show the path of water transport among cells. تعالى بقى بالراحة, عندي هنا دلوقتي خلية 8% يعني عندها 92% مية, 10% يعني عندها 90% مية, 12% يعني عندها 88% مية. يبقى الحركة الطبيعية تمشي ازاي؟ اللي عنده 92 يدي 90 وال 90 يدي 88 وبرضو ال 92 يدي 88, ده الحركة الطبيعية للمية اللي هي اختيار دي. خلية 92 هتدي لدي وتدي لدي, خلي بالك, لكن ال 95 هتدي لل 98, هتدي لل 88 فقط بس. يبقى انا اجيب الاول احتمالات الميه, اجيب الاول احتمالات الميه واظبط الدنيا. يلا يا وحش الكون. هنا بيقول لك ايه يعني, the opposite figure shows the rising of concentrated sugar solution inside the glass tube connected firmly inside hollow piece of carrot plant that put in distilled sugar solution. What is the reason for the rising of solution inside this tube? انت عايز ترجم وحد الله. الراجل جاب جزرة وقور فيها كده كأنه هيعملها محشي. حلو. وبعد كده حط في قلب الجزرة المجوفة دي concentrated sugar solution, حط مكعبات سكر. حلو الكلام. ووصلها بأنبوبة زي اللي انت شايفها كده. فالراجل قور في الجزرة وحط فيها مكعبات سكر او شوجر سوليوشن يعني, تمام, ووصلها بانبوب. بعد فتره لقى ايه؟ لقى ان الميه اللي في البيكر عماله تخش على الجزر ومن الجزر على السكر ومن السكر تطلع في الانبوبه. فايه اللي هيحصل؟ السكر اللي احنا حطيناه جوه الجزر هيسحب الميه من البيكر, فنتيجه لكده ارتفاع الميه في الانبوبه هيزيد,
فايه اللي حصل بقى؟ تعال نشوف. شوجر مولكيول موف ثرو ذا كاروت تيشو تو ذا جلاس تيوب. الشوجر مش هيتحرك، اللي هيتحرك الميه. شوجر مولكيول موف، مش هيتحرك السكر. ووتر مولكيول موف ثرو ذا كاروت تيشو تو ذا جلاس تيوب. طبعا الحركة دي اللي تمت، المية اتحركت من البيكر ودخلت للجزرة وراحت للسليوشن، فارتفع المية في قلب البيكر. دي اللي تم بالظبط، وده سبب التغيير. السؤال اللي بعد، When the cell wall of plant cell is removed by a certain way. لو احنا افترضنا ان احنا جبنا خلايا نباتيه وشلنا الجدار بتاعها ايا كانت الطريقه، خلايا نباتيه وقشرنا السلول بتاعها اللي هي ماده السلولوز. What happened to the cell if it is put in distilled water؟ تنفجر على طول. لو احنا جبنا بلانت سيل وقشرنا البلانت سيل، جبنا بلانت سيل وقشرنا البلانت سيل، شلنا السيل وول بتاعها وحطينا الخلايا النباتيه ديت في قلب ديستيل دوتر، ميه مقطره، هتجين ووتر، هتشرب ميه، تشرب ميه، تشرب ميه بغزاره، وبعد كده تنفجر. ليه يا مستر؟ لان مفيش سيل وول. ما انت قايل لك في حصه الشرح ان السيل وول هو اللي بيبنى على الرابتشر بتاع البلانت سيل لو اتحطت في بيور ووتر. خلي بالك، وكنا بنقارن في الشرح ما بين لو انا عندي انيمال سيل حطيتها في بيور ووتر، ولو انا عندي بلانت سيل حطيتها في بيور ووتر. الاثنين يشربوا ميه، بس الانيمال سيل يحصل لها رابتشر والبلانت سيل ما يحصلهاش. ليه؟ عشان البلانت سيل عندها سيل وول بيمنع الرابتشر، لكن الانيمال سيل ما عندهاش سيل وول فكانت بتنفجر. وعشان كده بنقول لك لما تبقى عطشان قوي، لما تبقى عطشان قوي ما تشربش ميه بكميه كبيره مره واحده. يعني لو قابلناك وانت في الصحراء تايه بقالك 3 ايام مثلا وخلاص بتموت، هنسقيك ازاي؟ بق ونسحب منك الميه، بق ونسحب منك الميه، بق ونسحب منك الميه. ليه يا عم؟ عشان ما نديش فرصه انك تشرب ميه بكميه كبيره في وقت قليل، فيحصل انفجار في الايه؟ في الريد بلاد سيلز وخلايا دمك وخلايا كليتك، يؤدي الى الوفاه. فركز، الله يصلح لك الحال. يبقى لو انا شلت السيل وول بتاع البلانت سيل بايا كان الاسلوب او ايا كانت الطريقه، ده يعمل انفجار في البلانت سيل. تعالى اللي بعدها، سؤال 15، بيقول لك ستودنت جاب ايه يا عم؟ 4 ايكوال سايزد بيسز اوف كارت بلانت، جاب اربع جزرات بنفس الحجم. Then they were treated as shown in the following figure for 4 hours. Which piece will have smallest size؟ جاب أربع جزرات حطهم في أربعة سليوشن وعمل عليهم أربع تجارب زي ما حضرتك شايف. الأولانية فريش كاروت بلانت، الأولانية اتحطت في قلب مية، فدي هتجين ووتر، يبقى دي لازم يحصل لها انكريس في السايز. طيب دي فريش، خلي بالك كده، بيس اوف كاروت بلانت روت اتحطت في قلب كونسنتريتد سوليوشن، يبقى دي هتلوز ميه، دي هتلوز ميه، فالسايز بتاعها هيقل. تمام، خلي بالك من اللي جاي بقى، بويلد كاروت بلانت، بويلد كاروت بلانت اتحطت في ميه واتحطت في قلب الكونسنتريشن، nothing takes place. ليه يا عم؟ ستوب اسموس، الاسموسس مش بتتم في الديد بودز، دي خليه ميته مش هتعمل اسموس. تمام، فاستبعد دول من الحل لسبب وفاه الكائن الحي. امال يا مستر مين اللي هيبقى عندها اقل حجم؟ اللي عندها اقل حجم بي، على اعتبار ان هي اتحطت في سوليوشن مركز فهتلوز الميه. السؤال اللي جاي، وين اميرسنج بلانت سيل ان سوليوشن وذ لو اوزموتيك بريشر كام يا عم؟ 10% وذ ريسبكت اوف ذا سيل كونسنتريشن. بيقول لك ايه؟ لو انا جبت بلانت سيل وحطيتها في سليوشن اقل منها بواحد في المية، يعني مثلا هي مثلا خلي بالك كده تركيزها 10% اتحطت في سليوشن 9%. طب ما المية بتتحرك من الملح القليل للملح الكتير، اه يبقى برضو هتجنوت. ليه؟ لان انا لو جبت المية هنا هي 9.9% ملح، فيبقى 91% مية، وده 10% ملح يبقى 90 ميه، فالميه تتحرك من الميه الكتير للميه القليله، فبرضه هيحصل لها اسول، هتنتفخ وحجمها يزيد. السؤال اللي جاي رقم 17، يقول لك ذا اوبزيت، معلش
كرسي ناشف شويه عايز صحه في استخدامه. ذا اوبزيت فيدر شو ذا بيس اوف بيس اوف فريش بوتيتو كونتينينج كونسنتريشن شوجر سوليوشن. جاب لك بطاطسايه صحيه فريش تمام كده كونتينينج كونسنتريتد شوجر سوليوشن ذات واز بوت ان ذا بيكر كونتينينج ديستيلد ووتر. يعني جبنا بطاطسايه قورنا البطاطسايه دي البطاطسايه خلي بالك كده قورنا البطاطسايه وحطينا جواها كونسنتريتد شوجر سوليوشن وبعد كده حطيناها في قلب ديستيلد ووتر يعني هنا زيرو ملح هنا زيرو ملح ركز بقى الله يرضى عليك يبقى ده زيرو ملح ايه اللي هيحصل هنا كونسنتريتد سوليوشن يبقى الميه هتسيب البيكر وتخش على البطاطس ومن البطاطس تطلع للكونسنتريتد سوليوشن فدي هتبقى حركه الميه هتروح للمنطقة اللي فيها شجر كتير او اللي فيها ايه ملح كتير فنتيجة لكده المية هنا هتزيد هيحصل جوه الكافيتي ده زيادة في المية والمية في البيكر هتقل تاني المية هتتحرك من البيكر للبطاطس ومن البطاطس تتحرك للايه للكونسنتريتد شجر سوليوشن يبقى معنى كده ان المية في المنطقة دي تزيد فاختار اختيار دي هو الاختيار الصح اختيار دي هو الاختيار الصح ليه الميه هتسيب البيكر كمان مره الميه هتسيب البيكر وهتقوم تتحرك للبطاطس ومن البطاطس تتحرك للكافيتي اللي فيه شوجر سوليوشن فتركيزها كميه الميه في الحفره دي تزيد وتركيزها في البيكر تقل اللي هي الرسمه دي يا شباب تعال نشوف بقى السؤال اللي بعده يا وحش الكون بس كنت محتاج قلم اهو السؤال اللي بعده بيقول لك ايه يا عم ركز كده الله يصلح لك الحال ركز يا الراجل بيقول لك from the opposite figure water transfer from المايه تتحرك منين انا مديك انبوبه تركيزها 3% يعني عندها 97% ماء وعندك السوليوشن 1% ملح يعني عنده 99% ماء يبقى معنى كده انا بسالك ايه اللي هيحصل الميه هتتحرك من واي لاكس الميه هتتحرك من واي لاكس باي اوزموزس يبقى ايه الميه هتتحرك من اكس لواي غلط من واي لاكس باي اوزموس من الميه الكتير للميه القليل من الواي للاكس باي اوزموزس خلي بالك انا بقول لك ووتر ترانسفير من الووتر للاكس باي اوزموزس مش كده وحش ركز الله يصلح لك الحال ركز الله يصلح لك الحال نيجي على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يقول لك ايه the opposite figure represent the direction of water transfer by osmosis phenomena among three neighboring plant cell which of the following choice represent the correct arrangement for the ability of the plant cell to receive water in descending order يعني ايه من الخلية اللي عندها القدرة على استقبال مية كتير اكتر خلايا تستقبل مية ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل اكتر خلايا تستقبل ميه رقم كام 3 دي اكتر خلايا تستقبل ميه لانها تستقبل من 1 ومن 2 ثم 2 لان 2 بتستقبل من 1 ثم 1 لان 1 يا قلب امه ما بيستقبلش ده واحد هو اللي بيعطي هو اللي بيجف هو اللي بيلوز ميه فاكتر حد هيستقبل ميه 3 ثم 2 لان 3 تستقبل من 1 و2 2 هتستقبل من 1 بس 1 مش هيستقبل من حد فانا بقول لك رتب الخلايا حسب قدرتها على استقبال الميه تعالى يا وحش الكون للسؤال رقم 20 يقول لك ان ذا اوبزيت فيجر اف يو نو ذات اوزموتيك بريشر تركيز الملح يعني اوف ذا بلانت سيل نمبر 1 5% يبقى البلانت سيل دي 5% ملح على طول كده يلا هات الميه يبقى عندها 95% ووتر تمام This cells is converted in state from state number 1 into state number 2 لو انت واخد بالك الخلية دي اتحولت من الحالة الاولى للحالة الثانية طب ايه الحالة الثانية يا مستر فقدت ماء هذه الخلية فقدت ماء يبقى معنى كده ان هي اتحطت في سوليوشن اعلى منها في التركيز
واقل منها في الميه. طالما فقدت ماء يبقى معنى كده ان هي اتحطت في هايلي كونسنتريتد سوليوشن. مين الهايلي كونسنتريتد سوليوشن؟ 10. لانها لو اتحطت في تركيز زيرو كانت كسبت ميه وحجمها زاد، ولو اتحطت في تركيز واحد كانت كسبت ميه وحجمها زاد، ولو اتحطت في تركيز خمسه زيها لكانت كسبت ولا فقدت، كان شكلها تنها ثابت. لكن معنى ان هي اتخست بيبقى فقدت ميه، يبقى اتحطت في تركيز 10. اتحطت في تركيز 10، التركيز 10 ده يعني عنده 90% ميه بس. ده كان عنده 95، 95 اللي فوق 95 وده 90، يبقى معنى كده ان هي فقدت الميه عشان كده حجمها اتغير. فخلي بالك، استخدم بقى اسلوب الميه في الحل، استخدم اسلوب الاملاح في الحل زي ما يعجبك. سيل نمبر 2 كان ريتيرن انتو ستيت نمبر 1 اجين وين بوتنج ان ايه بقى؟ تنفع تتحول تاني، ترجع تاني من الوضع ده لوضع واحد امتى؟ لو اتحطت في سوليوشن ديستيلد ووتر، لو اتحطت في ميه زيرو املاح، فهي هتجين الووتر فترجع تنفخ تاني. يبقى عشان ارجع الخليه دي لحجمها التاني لحجمها الاساسي لازم ترجع تجين ووتر. طب عشان تجين ووتر لازم احطها في محلول مليان ميه اللي هو الديستيلد ووتر، لانك لو حطيتها في 10 هتفقد ميه، لو حطيتها في 20 هتفقد ميه، لو حطيتها في 15 هتفقد ميه وحجمها هيكشر. لكن عشان ترجعها لازم خلي بالك، عشان ترجعها لازم يا اسطى تحطها في قلب ديستيلد ووتر فتقدر تخليها تشفط ميه تاني. The opposite graph illustrates the result of an experiment that was carried out on a piece of potato with equal كام؟ 9 جرام. Then some of them were put in water and the other put in a sucrose solution with different concentration. ماشي، جاب مجموعة من البطاطس وزنها كام؟ 9 جرام، وابتدى يحطها في قلب سوليوشن من السكروز يعني محاليل سكر بس بتركيزات مختلفة. Which of the sucrose solution has the same concentration of cellular sap of potato sap؟ حلو، جاب بطاطساية وزنها 7 جرام، ابتدى يحط البطاطساية دي في قلب محاليل سكر مختلفة، يعني اللي عنده 5 اللي عنده 10% اللي عنده 0% وهكذا. انت ده يحط البطاطساية في اكتر من سوليوشن ويز ديفرنت كونسنتريشن. فبيقول لك هو انهي تركيز او انهي كونسنتريشن اوف سكروس سوليوشن هيبقى مساوي للبطاطساية. حلو، المحلول او التركيز اللي هيبقى مساوي للبطاطساية هو اللي مش هيغير حجمها، يعني هيحافظ على حجمها ثابت 7 جرام زي ما هي. تاني، المحلول اللي مش هيغير حجم ولا وزن ولا شكل البطاطس هو المحلول اللي عنده نفس الكونسنتريشن بتاع البوتيتو. طيب تعالى بالراحه بقى، فين الوزن الطبيعي للبوتيتو؟ 7، وزنها 7. طب هات لي المحلول اللي كان محافظ على الوزن 7 اهو، 2 من الفيزياء. يبقى مين السوليوشن اللي تركيزه مساوي لتركيز البطاطسايه؟ هو السوليوشن اللي مش هيغير لحجم البطاطسايه لا بالجين ولا بالايه ولا باللوز، اللي هو مساوي لاتنين، السوليوشن 2. لان السوليوشن 1 ده كان قلل زود حجم البطاطسايه ل9، والسوليوشن 3 قلل حجم البطاطسايه ل6، والسوليوشن 4 قلل وزن البطاطسايه ل5 جرام، والسوليوشن 5 قلل البطاطسايه ل4 جرام، والسوليوشن 6 خلاها برضو 4، والسوليوشن 7 برضو خلاها 4. فواضح ان السوليوشن اللي محافظ على حجم البطاطسايه ووزنها ثابت هو السوليوشن وذ كونسنتريشن 2. تعالى يابا للسؤال اللي بعده. السؤال رقم 22 يا شباب بيقول لك The opposite figure shows an experiment to detect the osmosis phenomena in living cell. If you know that the concentration of sugar solution in a beaker is 10%. حلو، هنا تركيز الملح كام او السكر كام؟ 10.
and the concentration of starch solution in the cell vacuole او sub vacuole. تمام كم يا باشا؟ 5%. يبقى البطاطس 5% والسوليوشن 10%. What happened to the volume of water X and sugar solution Y after 12 hours. واحد لا اله الا الله. دلوقتي عن بطاطسايه مقوره فيها ميه فوق. حلو الكلام. البطاطسايه دي تركيز السكر اللي فيها 5%، يبقى عندها 95 ووتر، يبقى الميه عندها 95%. ومحطوطه في سوليوشن 10% شوجر، يبقى عندها 90% ووتر. الطبيعي الميه هتمشي منين؟ من الميه الكتيره للميه القليله. فالطبيعي ان الحركه هتتم من كده، ان الميه هتخرج من البطاطسايه للسوليوشن. فنتيجه لكده البطاطسايه هتلوز ميه، خلي بالك. فحجم الميه اكس الطبيعي انه يقل، وحجم السوليوشن واي الطبيعي انه يزيد. فالفوليوم بتاع الووتر اكس يقل، والفوليوم بتاع الشوجر سوليوشن واي يزيد. بس ادي القصه، تعالى اللي بعده. In the opposite يا باشا كده، خلي بالك. In the opposite figure the plant is converted from state number 1 to state number 2 as a result of continuous irrigation by. خلي بالك، النبات يتحول من الحالة الأولى للحالة الثانية بالرغم من نتيجة استمرار الري بإيه؟ يعني أنا معايا الزرع رقم واحد كل يوم بسقيها، فلقيتها عمالة تدبل، يا ترى أنا بسقيها بمية حنفية؟ مية حنفية ما كانتش تخليها تدبل لأنها مية عادية. طيب ديستيلد ووتر بسقاها بميه معدنيه او ميه مقطره ما تخليهاش تدبل لان الميه دي زيرو املاح، فالمفترض ان حجمها ايه؟ ينمو ويزيد. طيب لو كونسنتريتد شوجر سوليوشن، لو انا بديها ميه فيها تركيز سكر قليل برضو ده مش خطر، لان كل الحاجات دي النبات يقدر يجين منهم الووتر، فالمفروض ان حجمه يتني ثابت. لكن اللي واضح ان الشجره دبلت، خلي بالك الشجره حصل لها ويلتنج، حاله ذبول. طب عشان الشجره تدبل يبقى معنى كده ان الشجره دي اتعملت لوزنج ووتر. طب ايه نوع الميه اللي يخلي الشجره تفقد ووتر؟ لو انا بس الميه ميه مالحه، لو انا بس الشجر ميه مالحه، لو انا بس الشجره ميه مالحه، دي اللي يخليها تلوز الووتر بتاعها وتدبل. يبقى الدبلان هنا او الشرينكينج اللي حصل هنا نتيجه ان انا بعمل لها كونتينوس اريجيشن والسولتي ووتر، بس ميه مالحه كل يوم، فطبيعي هتدبل. وين اميرسنج انيمال سيل هنا سوليوشن وذ لو اوزموتيك بريشر 1%، تمام، وذ ريسبكت اوف ذا سيل اي كونسنتريشن، طبعا هيحصل لها سويلنج. لو انت جبت انيمال سيل وحطيتها في قلب سوليوشن اقل منها في 1%، اقل منها 1%، طبعا هتشفط ميه وحجمها هيزيد. لكن لو كان الفرق ما بينها وما بينه كبير جدا في الانيمال سيل يحصل لها ايه؟ انفجار. خلي بالك يا دكتور، الله يرد عليك. هنا ذا جرين بلانت يبقى ممكن تنفجر لو انا حطيتها في فرق كبير من السوليوشن، يعني مثلا الانيمال سيل 90% تركيزها 90% واتحطت في قلب 1%، فمعنى كده انها هتجين الووتر لدرجه الانفجار. لكن لو مثلا هي تركيزها 90% ومحطوطه في سوليوشن مثلا 89%، فهو اقل منها في 1%، فمعنى كده ان هي هتجين الووتر بس ما يحصلهاش انفجار. طيب ذا جرين بلانت doesn't get benefit from the sugar resulted from decomposition of plant leaf which are present in the soil. This is because a the root hair contain. واحد اللي الشجر لا يستفيد من السكر الموجود في الاوراق المتساقطه في التربه، يعني شجره كبيره شجره توت عندها ورق، الورق ده وقع في الخريف، الورق ده كان فيه سكر، كان فيه ستارش، كان فيه جليكوز، فبيقول لك هو لما بيقع في الارض ويتحلل في الارض هو النبات ما بيعرفش يستفيد من السكر اللي موجود في الورق المتساقط في الارض. ليه؟ يقول لك لان عندها بلازما ممبرين هي اللي بتكنترول مين يدخل ومين ما يدخلش، وانت عارف ان البلازما ممبرين doesn't allow the passage of sugar، فيبقى عدم الاستفاده من السكر اللي موجود في الورق المتساقط في التربه نتيجه وجود البلازما ممبرين اللي بتكنترول مين يدخل ومين ما يدخلش. السؤال اللي جاي يا معلم، يقول لك the opposite figure
in the opposite figure am an amount of storage 10% is put in right ايه لو سمحتوا side of A and another equal amount of storage solution 10% is put in the left side. What do you expect to happen after passing time? حلو، جاب لي دلوقتي بيكر هنا محلول تركيزه 10%، يبقى المحلول ده فيه 90% water اللي هو الجنب اليمين ده الرايت سايد. طب وده الليفت سايد. الليفت سايد فيه كام؟ 6%، 6% يبقى فيه كام؟ اهو 94% ماء، يبقى هنا الووتر 94، يبقى معنى كده ان الحركه هتتم ان الووتر هيتحرك من الليفت سايد للرايت سايد، يبقى بعد فتره من الزمن الووتر ترانسفير من الليفت لايه؟ للرايت. ده خلاصه الكلام. يلا يا وحشه، الباقي كله ما ينفعش اقول ان الماء يتحرك من الرايت للليفت لان التركيز مش هيسمح. الاستارش طبعا ملهاش حركه لانها مش هتعدي من البلازما ممبرين لان حجمها كبير. الاستارش ما بتعديش من البلازما ممبرين، لحسن عيل تنح يقول لي ما الاستارش هيمشي من ايه؟ من الجنب اليمين للجنب الشمال، الاستارش مش هيعدي من البلازما ممبرين يا دكتور. ديفيوجن طبعا باسيف فينومينا لانها او باسيف موفمنت لانها دازنت نيد انرجي. All the following are example of diffusion except carbon dioxide في البلد diffusion. الجازز كلها diffusion. Absorption of water طبعا غلط لان absorption of water ده osmosis. خلي بالك. High temperature تعمل ايه في الديفيوجن؟ ترفع الديفيوجن وتزود الريت بتاعه. Example of osmosis absorption of water by the plant root صح. Absorption of water by elementary canal صح. امتصاص الماء طبعا all of the above زي الفل. What is the name given to membrane that allow certain material to pass through them؟ ايه الاسم اللي هنديه للممبرين اللي بيسمح بحركه، خلي بالك كده، some material، بيسمح بحركه some material، تمام؟ given to the membrane that allow certain، هيبقى ايه؟ selectively membrane، جدار عنده قدره على التحكم، selective membrane. Selective membrane يقول لك name given to membrane that allow certain material to pass. طيب which of this molecule can pass through the cell via passive transport؟ مين اللي يتحرك جوه الخليه بالديفيوجن مثلا او بحاجه مش محتاجه طاقه؟ الووتر. ليه؟ لان الووتر بيتحرك بالاوزموز والاوزموز مش بتحتاج طاقه والديفيوجن مش بيحتاج طاقه. البروتين اصلا ما بيتحركش لان حجمه كبير، الاستارش مش بيتحرك لانه حجمه كبير، الليبيد مش بيتحرك برضه لانه حجمه كبير. كوتون فايبر الياف، الياف يعني الجدران بتاعه الايه؟ القطن. ابزورب الووتر باي طبعا امبيبيشن، الالياف على طول الفايبر امبيبيشن. هدومك بتشرب الميه بالامبيبيشن لانها بقت انسجه ميته خلاص. Ascend of a from bunch of flower spread through the room. How does ascend spread؟ يعني ايه؟ ريحة الورد بتنتشر في الأوضة ازاي؟ طبعا بالديفيوجن من التركيز العالي للتركيز القليل. Marian fish السمك البحري when thrown under the tap water burst. حلو، لو أنا جبت أسماك تعيش في قلب المية المالحة وحطيتها في قلب المية الإيه؟ العذبة، تموت لأن كمية المية اللي هتخش جوه جسمها هتفجر الخلايا بتاعتها. هتفجر الخلايا بتاعتها لانها هاي كونسنتريتد سوليوشن. السمك مليان ملح، البحري مليان بحر، حط في قلب ميه حنفيه املاحها قليله جدا او زيرو املاح، فكميه الميه اللي هتخش جوه جسم خلايا السمك كفيله ان هي تفجر الخلايا، فيحصل انفجار نتيجه الاندوسيتوز. يعني ايه اندو اوزموز؟ اسف، يعني دخول الماء، هيحصل انفجار بسبب دخول الماء بكميه كبيره. السؤال اللي جاي وحش، يقول لك سويت بوتيتو يعني بطاطا واز بوت ان ايه؟ واز كات انتو بورتس سلندريكال ان شيب. جاب شويه قطع بطاطا كده قطعها بشكل اسطواني يعني. اند ذا لينس اوف اتش 3.5 سنتيمتر او مليمتر. اند سم واز بوت ان جلوكوز سوليوشن ويز ديفرنت كونسنتريشن اند ذا اذر واز بوت ان ووتر. ذا جراف الستريت ذا لينس اوف بوتيتوز بيسز افتر هاف ان اور. واحد اللي الراجل جاب بطاطا وقطع منها مكعبات طول المكعب بتاعها 3.5 مللي جرام. هسالك بقى، وابتدى يحطها في قلب محاليل ميه وسكر. المهم ان الستاندرد عندنا ان البطاطسايه طولها كام؟ 3.5. Which solution concentration equal to the concentration of cytosol؟ cytosol يعني السيل، يعني السيتوبلازم، يعني السيل سيتوبلازم.
سيتوزول يعني السيل سيتوبلازم. خلي بالك مين المحلول اللي تركيزه مساوي لتركيز البطاطساية؟ تمام مرة، مين المحلول اللي تركيزه مساوي لتركيز البطاطساية؟ هو المحلول اللي مش هيغير حجم البطاطساية، هو المحلول اللي مش هيغير حجم البطاطساية ولا وزنها ولا أبعادها، اللي هو المحلول رقم 2. ليه؟ لأن البطاطساية 3.5، فالمحلول رقم 2 هو اللي ما غيرش حجم البطاطساية وخلاها 3.5 زي ما هي. طيب which solution its concentration is lower than the concentration of cytosol؟ مين المحلول اللي تركيزه اقل من البطاطساية؟ المحلول اللي تركيزه اقل من البطاطساية هو المحلول اللي هينفخ او هيزود حجم البطاطساية، اللي هو المحلول رقم 1. خلي بالك المحلول رقم 1، المحلول اللي هيزود حجم البطاطساية هو المحلول اللي ملحه اقل من البطاطساية، يعني المية بتاعته اكتر من البطاطساية، فهيدي مية للبطاطساية فحجمها هيزيد. يبقى المحلول كمان مرة اللي هيزود حجم البطاطساية هو اللي فيه املاح اقل، فيه املاح اقل، يبقى السوليوشن رقم 1. طيب which solution its concentration equal or higher to than the concentration of cytosol؟ ما هي equal انا حللها. من المحلول اللي تركيزه مساوي محلول رقم 2، رقم 2 لازم ابدا بحاجه فيها 2 اهو، اختيار سي لازم ابدا بحاجه فيها 2. ما انا هو ابتدى يقول لك which solution its concentration is equal تو اور هاير، فابدا بالايكوال. انت عارف ان اللي محلوله ايكوال 2 اور هاير 3. طب وعرفت منين ان 3 هو الهاير يا مستر؟ لان 3 قلل حجم البطاطسايه، السوليوشن 3 قلل حجم البطاطسايه، معنى كده ان تركيز الملح فيه كان اعلى من تركيز البطاطسايه، فعشان كده البطاطسايه فقدت الميه بتاعتها فحجمها قل. فانا اصلا من غير الشرح لو خدت بالترتيب يبقى انا لازم ابدا باختيار 2 رقم 2، فمش هيبقى قدامي الا اختيار سي. ده كده الجزء بتاع الام سي كيو.